هنعمل كرات اللحمه بالبطاطس والريحان. عشان نعملها عايزين نص كيلو لحمه مفرومه، عايزين 8 مكعبات من الجبنه الكريمي تقريبا. الصلصه بتاعتنا عباره عن معلقتين كبار من زيت الزيتون، 2 فص ثوم مفروم، 2 كوب من عصير الطماطم، 2 معلقه كبيره صلصه طماطم، 2 كوب مشروم، نص كوب ريحان، 1 مكعب مرق، رشه من جوز الطيب، وطبقه البطاطس عباره عن نص كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه، هنحط معاها معلقه كبيره زبده، ونص كوبايه حليب، ونص كوبايه جبنه تشيدر. للوش عايزين بشاميل وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا. دلوقتي هنحط على النار شويه زيت، وهنحط الزبدة، شوية زبدة وشوية زيت. خليني ألبس الجلافز عشان نشوف هنعمل ازاي كرات اللحمة بتاعتنا، بس هنحط الأول اللي جاهزة عندنا علشان نكسب وقت. ناخد كرات اللحمه بتاعتنا وهحطها في الطاسه هنا. يلا هاخد بقى دلوقتي اللحمه اللي عندنا. اللحمه اللي عندنا انا بس هحط لها شويه ملح وفلفل والجبنة الكريمي اللي عندنا فقط لا غير، ولا هحط لها يعني. انا ما بحبش قوي احط مكونات كتير على اللحمة لما بكون هحشيها، علشان خاطر ما الحاجات المكونات دي لازم تكون متقطعة صغير قوي قوي قوي، عشان لو مش متقطعة صغير ممكن تفتح وتطلع منها الحشوة. فاحنا هنا عندنا اللحمة بتاعتنا اهي، ما عليهاش غير ملح وفلفل فقط، لحمة بالملح والفلفل. هناخد جبنة وهنقطعها لأربعة بالشكل ده كده. هاخد قطعة اللحمة بتاعتنا، ولازم تكون اللحمة مفرومة ناعم، ما تكونش خشنة طبعا، وهنحط جواها حتة من الجبنة كده بالشكل ده، وهقفل عليها كويس قوي، وهنعملها كورة، وبعدين هناخدها ونحطها في الطاسة كده زي ما انتوا شايفين اهي. اهي تمام اهي. هناخد بقى دلوقتي المشروم اللي عندنا، عندنا شوية مشروم كده حلوين، وعندنا هنا تقريبا كوباية ونص، يعني تقريبا كوباية ونص. على فكرة لو الصوص سميكة كده مفيش داعي تحطوا صلصة، مفيش داعي تحطوا صلصة خالص. نحط شوية مية، وهنقلبه. ده هنحط معاه كمان شوية ملح، ده هيبقى شوية ملح كده هنطري بيه البطاطس بتاعتنا. خلاص هنحط البطاطس على شوية الحليب والزبدة والملح اللي عندنا اهي. عايزين تحطوا معاها رشة من جوزة الطيب برضو ممكن. ادي كده عندنا كل حاجة جاهزة، البطاطس بتاعتنا جاهزة مع الحليب والملح والزبدة، الكفتة بتاعتنا برضو جهزت، عايزة بس كام دقيقة كده وتخلص، والبشاميل عندنا موجود اهو جاهز. شوف اول طبقة البطاطس اللي بالحليب وبالزبدة وبالجبنة اهي 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 اهي.
حابينها قطرة شوية مفيش مشكلة، زودوا شوية الحليب، يعني الموضوع في ايدينا. هنفردها بقى كده هنا في قاع البايركس كله بتاعنا. فهناخد الكفتة ونحطها كده هنا، كفتة ومشروم وصوص حمرة، كفتة ومشروم وصوص حمرة وتوم. والكفتة بتاعتنا أصلا محشية هي نفسها بالجبنة الكريمي المكعبات. وآخر حاجة عندنا البشاميل. تمام، ادي الصوص بتاعتنا اهي، بس هحط عليها شوية من الريحان. انا دايما بحب الريحان يكون اخر حاجة خالص، اخر حاجة بحب احطها هي الريحان، بيدي طعم كده فريش اكتر، بحب دايما احطه في الاخر كده. تمام، هحطه بقى هنا الصوص بتاعتنا كلها كده. هناخد بقى الكلام ده كله ونحط شوية جبنة على الوش. كل الحاجات دي بتقدروا تحطوها بالحاجات اللي انتوا بتحبوها، يعني انا مثلا كاتبة جبنة موتزاريلا وهحط شوية تشيدر، انتوا حابين تحطوا جودة، حابين تحطوا كشكافال، اللي انتوا عايزينه غيروا حسب ذوقكم، حسب الحاجات اللي بتحبها عيلتكم اكتر حاجة، علشان خاطر تطلعوا الحاجة زي ما انتوا بتحبوها. وادي التشيدر اللي سبناها